على خير مبعوثين أفضل من الذي صلاتي وتسليمي وأزكى تحياتي على خير مبعوثين أفضل من الذي صلاتي وتسليمي وأزكى تحياتي على خير مبعوثين أفضل من الذي إلهي بإسمك الرحيم بدايتي رجاء استجابتي دعاء نهايتي فقلت وقول الحق بقولك سابقا فإني قريب لاستجابة دعوتي وبدو لمد الحلم بقدر ما على نفسي أثنى بذاتي كريمتي يا رب أنت الكريم العجب لما دعوتك مضرا وأزل غلتي بذاتك يا رحمن إمامنا ما لا يحماه الله من كل محيدي بوصيك الله نسيرا مؤيدا وعزا مليا بسرور ونعمتي فيا ربي بالقدر العظيم المعظم وأسمائك الحسنى الكرام الجليلتي بآيك الفرحان والكتب كلها وجنب له السرور من كل نعمتي وبالعرش والكرسي واللوء فمه من الشر والبلوى ومن كل أمتي وبالقلم العظام وسدرة المنتهى وبالضوء والحشم إذا من جزيرتي وبالروح والأملاك فهم إمامنا ما لا يحمى الله من كل فتنتي يا ربي بالمختار بالقدر أحمد عبادتك الأولى شفيع الأمة وبالأنبياء والرسل والروح الأعلام وأملاك ربنا الكرام كثيرة أعوذه من حزب رجيم وجني وشر الطغاة من أناس وجنتي ودمم له البشرى سرورا مؤبدا وتمم له المراد من كل نعمتي ونصرا عزيزا فانصر له ووالي بنصر على الأعداء من كل نعمتي وفتحا مبينا في الأعراج لجمعيا بإز ونصر واستجابة دعوتي وفتحا مبينا في الأعراج لجمعيا بإز ونصر واستجابة دعوتي بأصحاب عبدك الرسول فنجيك مع الأهل والأصحاب على الخليفة وبالعلى أهل البيت فعملي علي وأحبابي ومن قفى والأشيرتي وعوده والبشرات يلو بغارقا وحياه بدرا شارقا في الأنارة فأوداتي سيدي الوجود إلى الهمائم الله بالأسرار أشرام كبتي فينعم من به تعلق فرحا ويندم من جفا بإثم الخطية يا ربي واجعل عوضا لنا وإمامنا بإرز مليا بالبراوي
وكلاتي وعم وتعيد وصر مسيدنا وحزن الأسير سراد الإسمتي وعون وإز وأغضبان مشرد وحفظا للرحمن يحفظ معاتي يا رب بالختم التجاني وزنا وأروات إحنا الوزقى إمام الطريقات يا رب بالختم التجاني وزنا وأرواتنا الوزقى من ضريقتي ومغروا على خليفات الردى وعصاب الغر الكنام جزيلتي وصف سعف الجود والفضل دائما بأمطار الفان وصحب الولاية وتمكين رفعات وغاية رتبات وعز ونصر وارتفاع مكانتي وحسود وتوفيق وفيد مسدد وفيد بذكر دائما وهداية على عبدك المختار أحمد سيد إم الله وصل الكرام الوسيلتي إم الله أمانا بفضلك وحدنا صراطك واسقنا كؤوس المحبة وألبابنا طهر من الرين والغنى والسلام من يا خبير الطبيعة وأمر قلوبنا ونور صدورنا بأنوار المال وأسرار الحكمة وأمر قلوبنا ونور صدورنا بأنوار الإيمان وأسرار الحكمة وأمر قلوبنا ونور صدورنا بأنوار الإيمان وأسرار الحكمة بلقيانة جدرى ليوم ومصامها بفضلك عن تقصيرنا في العملات ونرجو بكم جزم اعتقاد مطابقا وعشرا مع الأصحاب أفضل زمات ونرجو بكم جزم اعتقاد مطابقا وحشرا مع الأصحاب أفضل زمرتي ونرجو بكم جزم اعتقاد مطابقا وحشرا مع الأصحاب أفضل زمرتي بجاه أبي العباس أحمد عظنا وجاه رسول الله بكل لحظات بجاه أبي العباس أحمد عظنا وجاه رسول الله كل لحظة بجاه أبي العباس أحمد عظنا وجاه رسول الله كل لحظة علي من الله الصلاة بفاته بعد عذب بالعلم من كل غرة علي من الله الصلاة بفاته بأضعاف ما في العلم من كل غر لا إله إلا الله 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 لا اله الا 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 الله لا ا
La 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 la